السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. وعبد الرشيد علشي محمد شعبك الصومالي. وعن ربنا أن كهل عاوة عدالة الصومالية عدالة الصومالية دارهان. وحان ربا إنان كهالو عدالة محكمة لها حمر إيا حبس قد حمر كويا له إيا ربا قارهان حوغا عاوين كفالو وركينا. وحاصل لقو أيضا قرآن كقال تعالى: وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. أيا إلهي نيم محمد كوير دادك مركز أقر سوريس أقر سوريس أو أقر قاديس وتكل حكومي سيد عدالتك حكوم إيه أقر صار عيوان كي يوحى وي سفيركي دالك السعودي دا صومالي أفدين شري شي عبد الله أو محمود قصة أصلي سعودي كل حمرتي قف صومالي أه وصدق صار كحرنا سعودي حبسي انتلق سعودي كحرين كل لوين يعني كاسو سفيرها وحي الحمرين. وعن كسور كذي وما هب يا حبسي قده جنرال مهد وكانك أسلوب تهيسته وديقلي المرفلة وطليشوب وتقانان هذينك يرّكا سفيركي صوماليا سعود وفردين تريشي عبدالله أو محمود وعنك سور جيدي جنرال مهد وانك تليشوب وتقانان بل يردينو يا حبس قد حو حمر كيال انت انا في سدا انا اذا كذا عن شيخ عبد الله وحي دحمر السعوديه يا نيكي صومالي صدن سنه حبس السعودي كحرنا يو شيكه كلو ايضا من صومالي او كحرنا صوماليا وصل 24 سنه مثل لواتين لواصنا أصلا حبس الصومالي كحرنا وحرنا إنه دقال كي لحني أفرتي إتوبيا جاتشون سواها والله سوق أبتي دولة دي عبد الرشيد علي سرمارك وبرا مصر أها أي سوق أبتي دقال كي وصعوا لحن أفرتي إذا ما سوق أبتي لحري دين اللي سودا يسديتي لحري لواتين لواصنا حرنا لماذا قيسون كي شيء أي مدة أفرصة وحنشو حافيس له أو كشقيني حمر جوتو أنكتر سنة أبو حنو قابل سنة حافيس له حافيسك عيدنك من أفر سنة كشقيني حافيسك عيدنك وحكوش يقول لي هي أسكرت محكمة اللي جيني يو كوا حبسي قال لقى سوق قاضي يو معاه كورا هذا وحي اللي بدله يو وحي اللي ضل عسينا يو وحي تابر لودر يو وحي تابر لقى سوق قاضي يو ماشا عسى حافيز كاسان أفر سنو قوتو وشوغي مركا محكمة دا ملتريقا أنا قوتو آدي تري وحي حبسية دا لقيني اللغا صبحينا يو وحاسو دن مركا محكمة دي آن ملتريقا كتاب غلاي ونقوبشو كاه دقيشو غودا وحاكم دا هانين حدق لاها ونين أسكريو كدل حرب حردان كشقيني نينكا لوادي قبيل بهشي سي مقبالك على قاتل لكن وحلو حكومي لواتني أفر سنة نينكا وحلو يروها أضيجي عانكاها أو صومالي لغا قونتري دوتور راجس وضد كان ريحمر بنادريغا أياد أوها اللويا قدوميا محكمة دانا وحوها نين مكارتانا أو هيرباريا
dadkan xeebariga majeertanka bariga fog maqan Cali Saleeban iyo Uwar Saleeban iyo wuxuu ahaa adiga inuu majeertan ahaan baan garanay waagaas majeertan iyo hawiyo daarad waxaas wax ku soo imaan kumaan garanay waxaas intaas iga dhamaan jirtay ma masi raadin jiray waa macnaheedu uu fadhin jiray macnaa waxaan kala jeedaa maxkamada hadda xamar ama militariga ama maxkamadaha gobolka Banaadir waxa jooga waa hawiye 199 haddana 197 waa abgal 190 ama 40 waa habargeer 190 waa mursade adigu maxkamada hadda xamar jooga hawiye wey waxa jooga kan ugu sareeya ilaa kan ugu dambeeya laakiin maxkamadii aan waan tagi jiray Soomaaliya dawladda Maxamed Sabare dadka shaqaalaha Soomaa dhanka ka koobnaayeen maana hal qabiil oo maxkamad military iska haysta ama maxkamad shacab haysta ama maxkamad badbaad haysta ma jirin meesha hadda xamar waxa la waxa maxkamada kulli ay hawiye joogan ama abgaal u badan yihiin ama habar gidir ama mursade waa dhibaatooyinka burburka Soomaaliya inta ka dhashay qabiil walba magaalo u degan yahay goostay iyo haddana caasimadii oo Muqdisho wali aan laga bedelin meel loo bedelo ayada dhaantana aysan jirinba ilaa meel kasta haddaad geysa qabiil kala haysta haddaad qabiil hawiye kala cararto caasimada xamar haddaad Puntland geysa haddii waa daarood haddaad geysa Hargeysa waa isa haddaad geysa maxaan kuraa Koonfur Galbeed waa Digir iyo Mirifle haddaad meel kale geysa waa Beesha Shanaad marka meel la geeyo ma leh meel xamar dhaantana ma leh abgaal iyo habargeeyo mursadaba maxkamaddu dhaha joogeenba laakiin hawiye nimankii abgaal iyo habargeeyo mursade ka saari mayso magaalada madaxdii baan haysanaa hawiye ahaan ku haysanaa inaan hawiye nahay waa xamar hawiye wey maxkamadahan joogna cadaalad darar xukumeyna xabsiga dhaxan qofka geeniina haddana xabsiga dhaxan cadaalad darar lagu sii sameynaya hawiye uu idin ka saari mayso khaasatan abgaal uu idin ka saari mayso khaasatan habargeeyo idin ka saari mayso khaasatan murusadu idinka saari mayso adduunkana idinka saari mayso aakharna idinka saari mayso waxaa la idinka rabaa adinkoo hawiyaho abgaal ah oo habargeeyo murusada maxkamadaha inaad cadaalad xukuntaan baa la idinka rabaa amarka amar ilaahay ka soo baxay wey quraankay ku taalaa sunnada nabiga ku taalaa waanaad fulisan oo raacdan rabbigiinna rasuulkiina xabsiga dhexe markii qofka la geeyo taliya mahad iyo asluubta waxaa laga rabaa qofka in xabsiga loogu cadaalad sameeyo oo sanadihii lagu xukumay ka badan in xabsi lagu sii hayn xabsiga inaan lagu dhex dilin inaan gaajo loogu dilin inaan daawo la'aan loogu dilin inaan dad akhlaaq xun inta lagu dhexro aysan dilin oo laga taxadaro baa loo baahan yahay anigu qofkii iigu badnaa oo muddo badan ku noqnoqday maxkamadiisa ninka xadiglaha oo wuxuu ahaa ninka dilay askariga kadibna maxkamadiisu muddo badan socotay sidii loo doodayey iyo dadka maxkamadda ka shaqeynayay qabiilo say kala ahaayeen waxay ahayd dowlad rasmi ah dowlad sabax ma ahayn waxaan hadda inta qabiil loo diray Jabuuti lagu soo sameeyo haddana Kenya lagu sameeyo isku ka kabka oo qabyaaladu iska cadahay ma ahayn taas waa qaabka maxkamadda say ahaan jirtay xabsiga dhexe gabar baa lagu xiray anaa ka soo daayay waxay ahayd 87 gabar ay qaraabo yihiin ayay isku dhaceen gabadhii waa booliska degmada Hodan bay xoogaa lacag la soo siisay way qaadeen toos bay xabsiga dhexe u geeyeen qoladii xabsiga asluubtuna waa iska haysatay marka aniga gabadha walaalkeed baan saaxiib ahayn walaalkeed waa dhintay cidii baan soo salaami jiray markaan ayaan joogaba baan oran jiray iska warramay inta u tago cidii markaa u tagay waxaa la yiri gabar baa naga xiran cabdirashiidu gabaran qaraabanahay bay isku dhaceen booliska degmada Hodan bay ilaalu siisay gabadhii xabsiga dhexe ayaa la geeyey
إن سودي صار لجاهربا إلا أذا مريحانا وهذا السركال أه وهذا أذا موجش كين كرينا محكمة الله يا واحد لا شقيس قبل إنه سودان وحنو تينين يجون أول كه وحيجي نين عن قرابنا يا سجنا سكولونا هاي هو سكولي بحوسنا هاي لكن في جدا أنا عوق مكمل لكن في جدا لكن أنا قرابي سكولو أبتر سياحنا هاي أت سودو ومركا أها وسارة الجرسور كي أرمى دين تأيو حكاها حكاية شوكتا معنا وحكسر رأيه وسيرك يوسير كعيان كنك صد حدوي وسارة الجرسور كي أرمى دين تنين بيش ليه وحال ويرا يوسف علم وقال أورنجري الله بس ويجي ينكي وراك يا أدرك ناها قبل يبان وشي كي وحيقول قبل وقلما وحنكور وقلا عن دارض هين حتى دارض ما مريحان ما وهذه سوينا على مرمتي نين كان سو وراديك سوينا على مر نين كان ويجي ما دارن هو قبل أستجار هم اللي سوداء سو وكي ولا كي وين ها نين كان ولا كي على مر وين وهذه سو أستجار لقف كان وقف سومالي دارض حتى ما مريحان ما وسومالي كله وعنكور النيو نين أنصاحبا هين ونين تي أي قبل الله رأتي ودي ما صوصل سلاما مركا أنا يا مريحاني وصومالي وحسوق الكيمة أنا قف كي صومالي أقانو وحان قام كراو قبتا مركا هدا أدي نكا وحاس كنا هيا قبل انت اسكديسي أدو إيسو دا قبل إيسو دا نيو وغير أدار كناهو بس واي هاي ورقب بيقري